ايه بريتي قولي. دريتي شو صار؟ قولي لي شو صار عندك؟ الوضع كتير سيء، الموقف كتير متأزم والدنيا قايمة قاعدة، لو شفتي منظرهم. بس الغريب بابا ليش؟ ما حكى شي ضدي. انتي نزعتي لي خطتي بتصرفك الغبي. انا حكيت مع ابوكي وحليت المشكلة كلها. كنتي مفكرة بالشي اللي عملتيه رح تكسبي؟ ما في شي بدي اياه ما بيصير. بدك شي تاني؟ خلصتي من هون؟ أي. لحظة لحظة. ألو. أي. شو؟ شو القصة؟ عم بيقولوا يا كسوم قال دهران مات. دهران مات؟ بركي كان سبب موته هو مانديرو وبريتي. معقول هنن قتلوه؟ بريتي؟ لا لا ما بصدق، مو معقول. كان لازم يشغلوك محقق لأنك ذكي وتفكيرك صح 100%. بس أنت شرطي، ما بيطلع بإيدك تعمل ولا شيء. أنت حسرت كل شيء، كأنك كنت معنا هنيك. مظبوط، أنا وبنتك بريتي خططنا لكل شيء صار. السبب بموت دهران سينغراثور، أنا وبنتك المحروسة بريتي. إيه؟ لا تعمل حالك بتعرف شيء، ها؟ فهمت علي؟ ما رح خليكن أنتو اثنين تنجحوا بمؤامراتكن، رح فوتكن على السجن بإيدي. اخطفوا لمرته قدام عينه. لا لا اخطفوا. اي شو عم تعملوا؟ اتركوها اتركوها، عملوا خلوها تروح. اتركوها كسوم. وقف، اسمع منيح شو بدي اقول. اذا كنت عم تفكر تحكي وتكشف الحقيقه قدام الكل، بدي تتذكر منيح اني ما رح اتركك، ومرتك رح تدفع ثمن تصرفاتك. فسكر تمك. ليك، انا رح خلي مرتك محبوسه عندي لحتى أعمل كل شي براسي، ولو ما شاردة كانت كمان رايحة، لكن رحت وخطفتها هي كمان. شو؟ أمي وينها هلأ؟ ما في داعي تخافي على أمك كل هالقد، هي منيحة بإيد أمينة. أمرت رجالي يروحوا يجيبوا لها همبرجر وبيتزا وبطاطا وكولا، وطلبت منهم يعطوها وما يقصروا عليها بشي بدها، ها؟ ما تقلقي أبداً عليها. انتي بتعرفي انه كان لازم اني اخطف امك، مو هيك يا بريتي؟ والا كان ابوكي رح يفضحنا اتنيناتنا. ايه مزبوط. انتي ما تصرفتي غلط. عمتي شو هي الخطة؟ اسمعيني شوي. عصبية بريم هي بتكون اكبر نقطة ضعف عنده، ضلي حميه على عيلته، وكل ما خليتيه عصب اكتر ويطالعه على عيلته رح يصير ابعد عن عيلته بوقت اسرع وبيضل لحاله.